مرحبا بك دكتور دبدبي، وصباح سعيد. مرحبا سعيدة، وصباح الخير جميع المستمعين. إذن اليوم دكتور دبدبي سنحاول التحدث عن مشكل صحي يمكن أن يكون غامض بالنسبة لبعض الأشخاص، ألا وهو مشكل ديال الهيباتيت سي أو الفيروس ديال الكبد سي. فإذا كان ممكن تعرفونا أولا بهذا الفيروس سي، ما هو ولماذا تصاب به الكبد، وما هي المخاطر المضاعفات طبعا في سياق هذا الحديث. فأولا ما هو هذا الفيروس؟ Alors le virus de l'hépatite C, le virus de l'التهاب الكبد الفيروسي، سي واحد الفيروس اللي تم العزل ديالو في سنة 1989، بحيث في سنة 1989 كنا كنقولوا اون هيباتيت يعني التهاب كبدي ماشي ا ماشي ب، كناش عارفين. ثم تم العزل ديال واحد الفيروس اخر اللي هو الفيروس ديال الهيباتيت سي. هذا الفيروس هذا هو واحد الفيروس اللي كيتسمى فيروس اي ار ان، اللي الحجم ديالو صغير واللي كيقي صغير الكبد، ما كيقيش خلايا واحده اخرى، واللي الخطوره ديالو هي انه على عكس الفيروسات الاخرى كيتطور فيغ يعني واحد الالتهاب اللي كيكون في الغالب في غالب الاحيان مزمن للكبد، وكيمكن تنتج عليه اعراض اخرى. بمعنى انه يعني ماشي بحال الفيروسات الاخرى اللي كيمكن الجسم يتخلص منها بعد واحد الالتهاب حاد، كيتخلص منها وكيديفلوبي مناعه عليه وبالتالي كيتخلص منها نهائيا. في الفيروس الهيباتيت سي هو واحد الفيروس اللي في اكثر من نصف الحالات كيمشي فيغ انه كيبقى مزمن في الجسم ديال الانسان، وكيؤدي الى التهاب مزمن للكبد اللي كيمكن تنتج عليه مسائل اخرى. كيبقى دائما يعني؟ نعم، كيبقى دائما مستمر. اذا ما هي الاسباب اللي كتجعل الناس كيتصابوا بهذا المشكل هذا؟ يعني واش كنتصابوا به كلهم؟ واش كاين بعدا منتشر جدا عندنا في المنطقه المغربيه؟ اولا كيفاش كيفاش كينتقل هذا الفيروس باش يمكننا نعرفوا الاسباب. فهذا الفيروس هذا كينتقل عبر الدم، كاين شي مباشرة عبر الدم، مكاينش شي يعني شي نوع اخر انتقال من غير الدم. حيتاش كاين، عفوا دكتور، كاين بعض الاشاعات كتقول بانه كينتقل عبر العلاقات الجنسية. عبر العلاقات الجنسية ممكن ينتقل عبر العلاقات الجنسية، كتبقى حالات نادرة اقل من 5% الحالات، ولكن العلاقات الجنسية كينتقل عبر العلاقات الجنسية ماشي لانه كاين في الافرازات الجنسية، وانما لانه في ذاك المومون ديال العلاقات الجنسية كيمكن يكون هناك واحد الكونتاكت مع الدم ديال الشريك، وبالتالي كينتقل هذاك الفيروس. يعني انتقال بالدم. نعم. فلذلك فغادي نلقاوها بزاف عند الناس في الثمانينات سورتو، كانت كاينه هاد الظاهره بشكل كبير، لان داك الناس اللي كان كيزيد اللي كنا كنعملوا لهم نقل الدم، داك لي بوشيت ديال الدم، ما كناش عارفين هذا الفيروس مزيان، دونك ما كناش كنقلبوا على داك الفيروس واش كاين ولا ما كاينش في الدم اللي غادي يزيدوا للمرضى، وبالتالي وقعوا بزاف ديال الحالات الهيباتيت سي عند الناس اللي تمت لا ترانسفيزيون ديالهم بالدم اللي كان فيه هذاك لو فيروس. يعني الناس اللي تزاد لهم الدم، اللي تزاد لهم الدم في ديك المرحله الثمانينات اللي كنا مازال ما عارفينش كاين داك الفيروس، وبالتالي دابا حاليا ما كان هذا المشكل ما بقاش، لانه قبل ما نزيدوا الدم من واحد الانسان كنفتشوا على جميع يعني الامراض المعديه اللي كدوز بالدم اللي يمكن تسبب هذا المشكل. ولكن في الثمانينات ما كانش هذا. فملي كنقول كيدوز عبر الدم، فكاين مجموعه الحاجات اللي خصنا نعرفوها. ما هي؟ عبر الدم يعني كاين الناس اللي غادي يكون عندهم، هما الناس اللي كيكونوا عرضه للدم، بحال مثلا الناس اللي كيعملوا حقن المخدرات، هادو غنلقاو عندهم الفيروس مرتفع بشكل كبير. مثلا الناس اللي كيمشيو عند صانع الاسنان، والهذيك اللي ما كيعملش الميستيريزاسيون، اللي ما كيعقمش المواد ديالو بطريقه، لان الفيروس كيبقى خارج الجسم في المواد اللي هي كتكون فيها الدم اللي فيها داك الفيروس كيبقى فيها. عندنا مثلا الناس اللي كيمشيو عند صانع الاسنان ولا هذيك اللي ما كيكونش التعقيم مزيان، كيمكن يكون هذا المشكل. الناس اللي كيعملوا لي تاتواج ولا هذيك كيمكن يكون هذا المشكل. الناس مثلا للاسف اللي كيكونوا عندهم قصور كلوي حاد، وخصهم لي مودياليز وخصهم لا دياليز، كيكونوا سوفون عرضه، كيكونوا دائما عندهم هذيك مع الدم، وبالتالي كيمكن يكون عندهم هذا المشكل. لي زونفون اللي كيكونوا ايموفيل ولا اللي خصهم دائما الدم كيمكن يكون عندهم هذا المشكل. فاي يعني هادو هما كيما كاين مشكل في علاقه بالدم كيقدر يكون. نعم. الاصابه كاين بعض الحالات اللي هي نادره جدا، واللي يمكن يدوز من الام من الطفل ديالها، مي كتبقى حالات اللي هي ربما. دكتور، هناك سؤال جاء حول هاد الاسباب، قالت مستمعه واش ممكن انه يكون وراثي؟ لا. نعم،
بدون شك ماشي وراثي، عبر انتقال من الدم. من الدم يعني الدم. إذا كان يعني مثلا في نفس أفراد العائلة، كاين بزاف الأفراد اللي عندهم ليباتيتس ماشي لأنه وراثي، وإنما لأنه داز من شخص لآخر، يا إما بكونتاكت ديريكت يعني واحد جراح وكان، واما مثلا استعمال الادوات اللي هي نورمالمون خاصه واللي كيمكن تكون شخصيه واللي كيمكن بعض المرات كت ك ك الي بارطاجي يعني مشتركه كيستعمل واحد اخر، وبالتالي كيدوز داك الفيروس، مي ماشي بطريقه وراثيه.